السلام عليكم. حيس مدينة محررة، جملة لا تزال منقوصة بأحرف القصف والتهجير ومجاعة وألغام، إذ يقول أحد أبناء المدينة إنه في ظل غياب مريب لطيران الأباتشي الذي كان يترصد تقدم أرتال الحوثيين واصطيادهم بسهولة، توشك مدينة حيس أن تصبح رهينة حصار عسكري مطبق، فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه. فمدينة حيس رغم التحرير لا تزال عرضة لسخط الميليشيا وضربات التحالف، ناهيك عن مأساة التهجير التي طالت عددا من القرى المحيطة بحيس من قبل ميليشيا الحوثي بعد انسحابهم من المدينة وتحويل هذه القرى لمواقع عسكرية وسكنات لهم، بالإضافة إلى تساؤلات كثيرة حول عدم دعم سكان هذه المدينة بالإغاثة وأسباب العيش. لماذا لم يتم تأمين هذه المدينة بعد التحرير؟ هل تترك المدينة عرضة لضربات التحالف الخاطئة وقصف الميليشيا؟ ماذا عن الإغاثة؟ لماذا توقفت رغم الوعود؟ مشاهدينا الكرام، نحاول الإجابة على هذه الأسئلة في مسائنا لهذا اليوم مع ضيفنا هنا في الاستوديو وديع عطا الصحفي. مساء الخير أستاذ وديع. مرحبا. أهلا بك. وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. إذا أستاذ وديع، قبل أن نبدأ هذه الحلقة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي يتحدث عن حيث المعركة التي لم تنجز. فقد أمه وأباه ولا يزال يبحث عن بقايا أسرته بين الركام. هذا ما خلفته ضربة لمقاتلات التحالف العربي على هذه البيوت الطينية المتواضعة في مدينة حيس. لا حول. أمي لا حول ولا قوة. شاب انتهامي آخر يبحث ليس عن ما تبقى من أسرته بل عن بقاياهم من ذات الصاروخ. لحيس قصة تختزل معاناة شعب تاه مصيره بين قسوة الأعداء واستهتار الحلفاء، ليرتفع جبل من الركام والآلام معا في هذه المدينة الساحلية. فقصف طائرات التحالف ليس إلا واحدا من مآسي هذه المدينة الحزينة. فميليشيات الحوثي لم تألو جهدا منذ انتزاع مركز المدينة وتحريرها مطلع فبراير الماضي من قبضتها وعودة الكثير من السكان، لتصبح هدفا حيا لقذائف الهاون والصواريخ الكاتيوشا. كانت آخر قذيفة قضت على أسرة المواطن علي محمد شهاب. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، هناك خسائر في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، وهذا وحده لا يكفي ولا يكشف عن وجه هذه المدينة وعن الأوجاع التي تكالبت عليها. فحيس معركة لم تنتهي، إذ لم يتم تحرير من حيس إلا مركز المدينة، فيما يظل ما يربو عن 60% من محيط المدينة وريفها تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. ميليشيات الحوثي أقدمت على تهجير سكان عدد من تلك القرى المحيطة بالمدينة، وتحديدا غرب وشمال المدينة، وتحويلها إلى مواقع وثكنات عسكرية وضعت فيها منصات الصواريخ لاستهداف مركز المدينة. أكثر من 1800 أسرة نازحة من حيس التابعة لمحافظة الحديدة، والتي لا تزال تعاني أيضا من شبكات ألغام خلفتها الميليشيا في المدينة. يشتكي سكان المدينة من جور المجاعة التي باتت هي الأخرى تهدد حياة السكان، فيما تتعامل منظمات الإغاثية عن تقديم ما يسد رمق أهل المدينة ويكفيهم الحاجة الدنيا من مقومات الحياة. مناشدات كثيرة يرفعها بعض الناشطين والمحتجين بالإسراع في استكمال التحرير لتأمين المدينة وإغاثة سكانها. بداية أستاذ وديع، هل لك أن تضعنا في صورة عامة لمدينة حيس ربما هي مغيبة تماما عن الإعلام، ونود من خلالك أن نطلع على صورة الوضع منذ تحرير مطلع فبراير الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي قناة بلقيس لتسليطها الضوء على هذه المعاناة التي تشهدها هذه المدينة التاريخية المهمة في أقصى الجنوب من محافظة الحديدة. حيس حقيقة هناك ما يشبه التعتيم شبه الكلي على ما يحصل فيها بسبب عدم وصول وسائل الإعلام أو عدم الاهتمام. ربما لا أدري بماذا أصف ذلك، يعني الإعلام الرسمي حتى الآن لم يبتعث حتى مرسل واحد، فقط معتمدين فقط على اتصالات. الإعلام الدولي أيضا لا يعتمد إلا على ما ينقله بعض المراسلين الذين هم يعملون لأكثر من جهة ويقدمون المعلومة التي ترضي هذه الجهة. هناك أيضا بعض الإعلاميين الذين يقدمون معلومات تخدم جهة التحالف التي فقط. يعني الحقيقة بأن حيس أصبحت شبه جزيرة معزولة تماما عن الإعلام، عن الواقع، عن الاهتمام الإنساني، عن الاهتمام السياسي. أصبحت بؤرة عسكرية تستنزف أبنائها بالدرجة الرئيسية أكثر مما تستنزف الحوثيين أو تستنزف شباب المقاومة. حيث كما هو معروف تحيط بها الجبال من ثلاث جهات، الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهة الجنوبية. الجهة الجنوبية جبال تتبع محافظة تعز، والجهة الشرقية تتبع فرع العودين وتتبع جبل راس، وجبل راس من الجهة الشمالية أيضا مع جبل دباس الذي يتبع حيس إداريا. هذه المنطقة كلها لا تزال بأيدي الميليشيا. ما تحرر من حيس فقط هو المدينة، المركز المدينة، والميليشيا تحيط بها تقريبا من الجهات الثلاث، من الجبال الجبال ومن ومن الريف أيضا. الشعب والوديان المحيطة بالمديرية تكاد تكون مواقع مناسبة جدا للاختباء، خصوصا وأن أغلبها أحراش وأشجار. هناك أيضا اليوم، يعني اليوم وأمس وقبل أمس أيضا، تقدم مريب أيضا كما قلت في أحد منشوراتي أيضا، بأنه بسبب غياب الطيران وبسبب خطة معينة عسكرية لا ندري ما هي بالضبط، يعني تقدم للحوثيين واستعادوا أهم مدينة يقع فيها، أهم قرية يعني ريفية في غرب حيس، وهي قرية الدنين التي يقع فيها يعني مشروع المياه الوحيد الذي يغذي المدينة الرئيسية التي هي بين قوسين محررة. الموضوع الآن بأن هناك كارثة إنسانية كبيرة داخل مدينة حيس، الناس شبه محاصرين، ممنوعين تماما من أن يخرجوا لأرزاقهم بسبب خوفهم المستمر، بسبب القذائف المستمرة. لا ينامون ولا يهجعون إلا حينما يسمعون صوت الطيران فقط يأمنون، لأن الطيران يسكت مصادر النيران. فيما يتعلق بالدنين، القرية التي ذكرتها أيضا هي أول قرية، يعني الحقيقة بأن أول قرية يتم استعادتها، وهي تتبع إداريا مدينة مديرية الخوخة وليست تتبع حيس، وتبعد حيس 16 كيلو تقريبا. الخطورة الآن تتمثل بأن أبناء حيس مهددين بأن يتوقف عنهم يعني مشروع المياه الوحيد، وهو بالمناسبة هدية من هولندا وليس مشروعا حكوميا. أبناء المديرية أيضا اليوم يعني مستشفاهم الوحيد بعد أن قصف قبيل التحرير بأيام إلى الآن لم يتم إعادة تأهيله بشكل يستوعب الحالات المرضية أو حتى الحالات الجراحية التي تتسبب بها قذائف الحوثيين. هناك حالة من المعاناة لا أدري كيف أصفها والله العظيم، يعني معاناة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه. وأتمنى بأن تكثف وسائل الإعلام التركيز على هذه المدينة، وأن تنقل الصورة الحقيقية للمعاناة، لأن هناك يعني موت بطيء. أكثر من 60% إلى 70% من سكان هذه المديرية أو المدينة قد نزحوا، يعني أسر والله تقريبا قرون لهم لم يخرجوا من هذه المدينة. وديع، ولكن يعني منذ أسابيع تقريبا القذائف تسقط بشكل شبه يومي على يعني حيث، سواء من قبل طيران التحالف أو من قبل الحوثيين. يعني هل فصلت لنا في هذه المسألة عدد يعني الناس الذين يعني ينزحون بسبب القذائف، الذين يتوفون أيضا لا أحد يعلم عنهم شيء أيضا؟ إجمالي الوفيات في حيس منذ بداية عاصفة الحزم حتى الآن فاق 88 إنسان حتى الآن. يعني طيران التحالف له نصيب الأسد فيها، لكن على مدى 3 سنوات لنكون حتى دقيقين في الموضوع، على مدى 3 سنوات قتل بطيران التحالف يعني أكثر من النص، تقريبا من نصف هذا الرقم. لكن الحوثيين قتلوا 24 خلال أسابيع فقط، 24 إنسان من أبناء هذه المديرية، من أبناء هذه المدينة وليس المديرية. قتلوا بالقنص 6 مواطنين، وبالألغام 6 مواطنين حتى الآن. أعدموا ميدانيا مواطن واحد، تصفية مباشرة على بعد أمتار. هناك أيضا تستطيع أن تقولي بأن كل الدروب المؤدية إلى هذه المدينة محاطة بالألغام، لدرجة أن أبناء الريف، وهنا لابد أن نؤكد بأن أبناء الريف، قرى الريف التابعة لحيث تزيد عن 60 إلى 50 قرية، كلها لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. بعضها لا يبعد عن حيث يعني حتى 500 متر تخيلي، يعني ولا يستطيعون الوصول حتى للحصول على إغاثة، ولا يستطيعون الحصول على حبة دواء لأطفالهم، يموتون ببطء داخل. والله أن بعض أبناء الريف يكلموني بأنهم أصبحوا يطبخوا أوراق الأشجار، الحلص، ما نسميه بالحلص، الريحان، أصبحوا يطحنوه بالمساحق ويأكلوه. لا تصل لا اليونيسف ولا الصليب الأحمر ولا أي منظمة دولية ولا الأوتشا ولا أي جهة بالضبط. يعني أنا أستغرب، لماذا برأيك؟ لماذا يعني هي تغيب بهذا الشكل؟ للأسف كل الأعذار التي نسمعها أو تساق أو يشارك بها بعض المسؤولين والمتحدثين باسم هذه المنظمات، وهي الصليب الأحمر يقول بأنه يتواجد في مركز في زبيد. ماذا تحتاج حيث من مركز في زبيد؟ فقط الحميات واستقبال حالة الملاريا مثلا أو الكوليرا. يعني نحن بحاجة، طالما هذه المنظمات الدولية منظمات دولية مقبولة عند أطراف الصراع، يفترض بأن تصل إلى قرى الريف لإنقاذ أبنائها، يفترض أن تؤمن على الأقل يعني طرق آمنة لخروج النازحين، على الأقل لتوفر على الأقل مواد إيواء للذين يهربون من الموت داخل حيث. بعض الناس أصبحوا ينتظرون الموت في كل لحظة أن تهطل عليهم أي قذيفة لتأخذ أطفالهم وفلذات أكبادهم، فقط لأنهم لا يمتلكون حق الباص للانتقال. أصبحت الأسعار خيالية للمواطنين، أصبح الحصول من قبل التجار على أساسيات الحياة يعني مستحيل تقريبا. من جهة الشمال لا يذهبون إلى الجراحي يوميا، لا يكاد يمر 5 ساعات إلى 8 ساعات إلا وتحصل هناك مأساة داخل حيس. أتمنى بأن الإعلام أن يركز على هذه المدينة، لأنها حقيقة وقعت بين فكي كماشة. قذائف الحوثي والابتزاز الإماراتي، وأقولها بالمفتوح، والابتزاز الإماراتي لقيادات المقاومة. نتحدث عن هذه النقطة وديع، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا علي إسماعيل، وهو ناشط حقوقي وعمل في مجال حماية الطفولة من حيس. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور العافية، كيف الحال؟ أهلا بك. نحن الحمد لله. طمنا على أحوالكم أنتم علي. يعني الحديث عن حيث حديث مؤلم ما تحدث به الزميل وديع، مدينة محاصرة محاطة بالألغام، قذائف شبه يومية تصلها، الموت يحيط بها من كل جانب. يعني انقل لنا الوضع من الميدان إن تكرمت. والله على ما قال وديع أقولش الوضع في مديرية حيث وضع إنساني يعني متأزم جدا جدا. نعم. فالمديريه تقريبا تعاني من كثير من المشاكل، يعني تبعدنا بكل المقاومه. يعني مديريه حيس بدات المشاكل حتى تتراكم اكثر فاكثر. يعني وعلى سبيل المثال على الحصر، يعني مديريه حيس يعني العلم كان من اشد المديريات في محافظه الحديده، اشد فقرا حسب تقرير 2010 يعني. واكثر المناطق زيد يعني في داخل في القرى تقريبا، المنطقه الشماليه اللي هي جبال بقاس والشعوب والمناطق القرى يعني مؤهله لها. فحيث الان تقريبا يحيط بها الجماعات الحوثيين من كل اتجاه، خاصه من الاتجاه الشمالي والاتجاه الشرقي والاتجاه الجنوبي، والان في الاتجاه الغربي بداوا يتحركون. يعني الساعه الدنيا تحس تقريبا انه تقريبا 5 كيلو او 4 كيلو من الاتجاه الشمالي فيما يصفر عن حيث تقريبا اقل من كيلو بكثير. والمنطقه الجنوبيه كذلك يصفر انها يعني الجماعة الحوثية تقريبا لا يبعد حوالي كيلو. يعني المنطقة كل يوم تقصف يعني عشرات الصواريخ والقذائف الهائلة. نعم. حدثنا عن هذه الانتهاكات أستاذ علي، يعني قذائف من قبل الحوثيين وطيران التحالف لا يقصر في المسألة. كم عدد الضحايا وما هي الانتهاكات التي تحدث؟ لا أغطي الصحيحة تقريبا دقيقة من خلال العمل الميداني والتوثيق اليومي لهم. للعدد الجرحى تقريبا وصل تقريبا ما فوق 60 جريح، يعني هذا من يوم دخول المقاومة المديرية حيث يعني نفسها. وعدد الشهداء 21 شهيد، معظمهم أطفال، يعني معظمهم أطفال ومعظمهم من النساء. نعم. أين المنظمات علي؟ يعني أين المنظمات الحقوقية؟ لما لا تصلكم يعني؟ تقريبا نقول شبه غائبة، والسبب تقريبا نحن نحاول أننا بقدر الإمكان نعمل عملية يعني رصد وتوثيق. نرصد يوميا، أنا أخي بكير النهاري والأخ أنا نحاول عمليتي بالمجال يعني يوميا نتابع عملية الرصد والتوثيق لعملية الانتهاكات، سواء من عملية القصف سواء من عملية الجرحى سواء من عملية القتل. هذا موجود يعني يوميا، فهي كثير من المشكلات. المناطق التي تهجر يعني كثيرة جدا عندنا، هجروا تقريبا أكثر من 12 قرية لحد الآن. نعم. والمناطق التي يهجروها يقوم بعملية زراعة الألغام لها. كثير من الحالات عندي 4 شهداء لنا بسبب الألغام. آخر شهيد كان عن الأخ علي حسن قبيلي، هذا الشاب. نعم. وقالوا تقريبا امرأة او اثنين في المنطقة الجنوبية اللي هي في الشعينة. أين يذهب المهجرين أستاذ علي؟ إلى أين يتجهون هؤلاء الذين يهجروا؟ إلى أين يذهبون؟ الهجرة الآن التهجير ضاق علينا ضغط داخل المديرية. المديرية فقيرة جدا ومن الأشد فقرا تقريبا على مستوى محافظة الحديدة. المهجرين هؤلاء يقبلون من المناطق الريف إلى داخل المدينة. بدأ عدد تقريبا 700 أسرة مهجرة لحد الآن من 8 قرى اللي هي الحراز والشعوب وباب اللفت الراغة وبيت البليل والحلة ومحل الربيع. واليوم تقريبا يهجروا بيت بشارة. نعم. وقريبا يهجروا الذي موجودين عند مشروع المياه حق الدنيا. يعني حيث أصبحت محاصرة من كل الاتجاهات. هل وصلتكم أي معونات؟ هل وصلتكم أي معونات من أي جهة؟ هل وصلتكم أي معونات من أي جهة؟ أنا على إيش؟ المساعدات؟ نعم، مساعدات غذائية. نعم، مساعدات غذائية. هل وصلتكم من أي جهة؟ والله الهلال الأحمر الإماراتي تقريبا فقط هو الذي وصل مساعدات إنسانية تقريبا قبل شهر ونص. قبل احنا لو كان موعدين احنا 2000 حالة وتم توزيعها، والآن تقريبا من أمس بدأوا يشتغلوا ب 2000 حالة. هذا اللي قاعد. تخيلي إن النازحين والمهجرين اللي داخل المديرية الذي يبلغ عددهم تقريبا من 9 قرى، يعني هذه معظمهم يعني فقراء متعبين. نعم. يشتغلوا على تحطيب الاعطاب ويبيعوها في داخل المديريه. الوضع كارثي في حيس، والشهداء كلهم ارتفعوا. اخر ضحيه كانت يوم الاثنين تقريبا 8 شهداء ووحده جريحه. نعم، حق الطيران. إذا كان الله بعونكم أخ علي. نتمنى أن يعني تحاولوا أنتم النشطاء الحقوقيين إيصال الرسالة بالصور بالفيديوهات القصيرة، ونحن سنكون معكم أولا بأول. شكرا جزيلا لك علي إسماعيل، الناشط الحقوقي والعامل في مجال حماية الطفولة، كنت معنا عبر الهاتف من حيس. أعود إليك وديع. يعني كنت تتحدث قبل أن ينضم معنا الأخ علي أن هناك ابتزاز من بعض الجهات، هل وضحت لي الأمر؟ حتى تكون الصورة واضحة أيضا عسكريا بأن حيس يسيطر عليها اللواء الأول عمالقة الذي يتبع العقيد رائد الحبهي اليافعي، قوة جنوبية تسيطر على مدينة حيس، بينما الخوخة تحت سيطرة القيادة الاتهامية. هناك تقريبا شبه تغييب للسيطرة الاتهامية كأبناء بلد، يعني يفهمون حاجة أبنائهم ويعرفون كيف يتعاملون مثلا مع المتحوثين، مع المشبوهين، كيف يتعاملون أمنيا مع الموضوع. هناك يعني شيء من الاستبداد حصل، هناك حالات انتهاك، هناك حالات تعذيب حصلت وتغييب قسري لبعض الذين تم القبض عليهم بتهمة، وكل من يتم اعتقاله لا يعاد إليه هاتفه ولا تعاد إليه أغراضه الشخصية حتى الآن. يعني وحينما تواصلت أنا مع أحد المسؤولين الأمنيين قال لي حين سيتم تأمين حيس سنعيد إليهم حاجاتهم، يعني وكأن مانع تأمين حيس فقط تليفونات الشباب أو الناس الذين تم اعتقالهم. هناك حالة تعذيب وإهانة وإذلال داخل السجون، 3 حالات مثبتة حتى الآن، أحدها استطعنا توثيقها وتم تسليمها للجهات المعنية، ويجري تقريبا حاليا التحقيق بإشراف المحافظ. هناك أيضا يعني نوع من السيطرة، إيش أقول أنا، السيطرة العنصرية داخل المنطقة. يعني هناك اهتمام فقط بتفجير المراقد، ويعني مثلا قبور الأولياء راح يفجروها، يقول الله أكبر. اليوم تم تفجير، يعني وتم مش ليس تفجير بس، تدمير أو تسوية قباب فلان. هذا ليس انتصار. الانتصار أن نبعد الألغام، الانتصار أن نعيد أن نوفر الغاز، الانتصار أن نحرر المظلومين داخل السجون، الانتصار أن نطبع الأوضاع، الانتصار أن يأمن الناس داخل مناطقهم، أن توفر الخدمات أيضا. لكن الخلافة الفكرية، الخلافة الفقهية، الخلافات هذه مؤجلة، وهي يعني ستخضع في الأخير إلى 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 قانون وإلى سلطة وإلى حضور دولة. حيث إلى الآن تحتاج إلى حضور دولة فعلا، نحتاج إلى مدير أمن إلى أن يمكن. حتى الآن مدير الأمن المعين في 11 فبراير الماضي إلى الآن لم يمكن من عمله، ولعله يكون معنا في نفس الحلقة العقيد عبدالله معيمرة. عبدالله معيمرة إلى الآن لم يمكن لأسباب غير مفهومة. يعني هناك يعني عناصر جنوبية تسيطر سيطرة عسكرية استبدادية داخل إدارة الأمن في حيس، تحبس من تشاء، تعذب من تشاء، تهجر يعني تغيب من تشاء، ولا أحد يستطيع. يعني حتى القيادات الاتهامية الآن أصبحت كعبد الرحمن حقري والقيادة اللواء الأول، اللواء الثاني أيضا لا يستطيعون يتدخلون حتى في الوساطة. هناك أكثر من 80 حالة اقتحام منازل. اشرح لي أستاذ وديع، يعني أنا أسيطر على منطقة ما، لا أؤمن لها أي خدمات، لا أؤمنها تماما، يعني لا من التفجير ولا من الألغام ولا من قصف الصواريخ. ما الذي تعنيه سيطرتي على هذه المنطقة؟ يعني إن لم يقدم كل هذه الخدمات ما فائدة وجوده؟ أنا شخصيا أصف بأن التحرير منقوص إلى الآن. تحرير منقوص وغير مكتمل، ويدفع ثمنه الأبرياء والمدنيين بشكل رئيسي. يعني الناس يطمئنون أصبحوا بوجود الطيران، حتى نكون أيضا منصفين. الطيران حينما يحضر ينام الناس. لماذا؟ لأن الطيران يستهدف منصات الإطلاق التي هي تحيط بالمدينة من الجهات الثلاث تقريبا، وشيء من الجهة الرابعة التي هي الغرب الآن. أنا أتمنى من الطيران بأن يحدد أهدافه صح، لأنه أمس فقدنا أسرة كاملة فقط لأنه كما قيل يتبعوا ثلاثة حوثيين دخلوا مزرعة وتم قصف بيت صاحب المزرعة وقتل هو وأطفاله وأحفاده، تقريبا 8 تماما، يعني طحنوا طحن يعني. بينما الاستعراضات العسكرية تتم على الساحل في داخل مدينة الحديدة وتتم في كل البقاع، والطيران يتفرج عليها. هذا الشيء. ثانيا، طالما هناك خطة عسكرية أيضا، لماذا لا يتم التعامل أول بأول مع منصات الإطلاق على المدينة هذه؟ هذا أيضا شيء مريب. الشيء الرئيسي أيضا، يعني هل حيس كبش فداء لخطة عسكرية معينة يدخل فيها طارق؟ هذا سؤال كبير أيضا أستطيع بأن أتوقعه أيضا. هل يمكن أن، لأن الموضوع أعتقد بأن فيه تهيئة لتسلم المنطقة الحديدة بشكل عام وليس حيث هل فعلا تم فرضه على المقاومة التهامية والقوات الجنوبية؟ هناك معلومة لا نستطيع أن نقفز عليها، بأن الإقليم التهامي بمحافظاته الأربع محافظات مؤتمرية مقفلة في كل الانتخابات. العاطفة المؤتمرية لا تزال موجودة، والولاء لعفاش لا تزال موجود. يعني أتباع عفاش سيلعبون على هذا الوتر وسيستقطبون الناس وسيجندون لها. الامارات الان تجند لطارق بالمفتوح ايضا. رؤساء فروع المؤتمر، هذا المثير ايضا، رؤساء فروع المؤتمر الذين يجندون للحوثي ولا يزالون مع الحوثي الى الان يجندون لطارق ويرسلون باتباعهم الى معسكرات طارق. كل من يتبع طارق يمر عبر النقاط الحوثيه المنتشره سواء في الحديده او من الجهات المحيطه بهذه المنطقه. هناك من يقول لنا ايضا بان حيس والخوخه ستكون منطقه عبور ليعبر منها مثلا يعني قوات طارق الى العدين. نحن يعني لا خلاف لنا شخصي مع طارق، نحن فقط نقول بان طارق اذا اعترف بالشرعيه فلا مجال للاعتراض على ذلك، لأنه في الأخير أن نسلم بدولة، أن نسلم بسيطرة شرعية، وأن لا نسمح بأن تكون هناك ميليشيا خارج إطار الدولة، بأن لا تكون هناك سجون، وأن لا تكون ميليشيا يعني تشبه حفتر. إذا يعني مسألة يعني مدى تمكين منهم مع الشرعية ل يعني أعمالهم، يعني نشرك معنا في هذه النقطة العقيد عبدالله معيمرة مدير أمن حيس من حيس عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها حيس وجوانبها الإنسانية والأمنية أيضا. نود منك أن تضعنا في صورة الوضع الأمني لمدينة حيس بالذات بعد تحريرها بداية فبراير الماضي. أولا شكرا لقناة بلقيس على هذه المداخلة، والشكر موصول لك أخت آسيا ولضيفك الأخ العزيز ابن حيس الأستاذ وديع عطا الذي يعمل بكل طاقته من أجل معاناة حيس. حقيقة الوضع الأمني يعني في أي منطقة يكون فيها يعني منطقة تحرير أو منطقة عسكرية يعني تكون فيها بعض القصور أو بعض السلبيات، يعني في أي منطقة تكون. نحن في حيس يعني منذ وصولنا إليها واستلامنا الإدارة حصلت بعض المعوقات وبعض السلبيات، وحاولنا ألا يحصل مع بعض الجهات أي استدام في يعني أي استدام في هذا الإطار، حفاظا على أرواح الناس وحفاظا على ألا يعني يكون مجال للعدو يستغل هذه المواقف. نعم. أيوه. إذا لما لا يتم تطبيع الأوضاع الأمنية في حيس بعد، يعني ما هي العوائق أمام ذلك؟ هل تمكنت من عملك؟ لا، إلى الآن لم نتمكن من العمل لتغيير بعض الأسباب وبعض الاختلالات معروفة للجميع، يعني معروفة خاصة لأبناء حيس. حدثنا عنها، يعني إذا عرفها أبناء حيس نود أن نعرفها نحن أيضا. لا، الموضوع على أنه يعني بعض المقاومة يعني إذا دخلوا أماكن يعني حكومية، بعضهم اعتبروا إدارة الأمن ملكا لهم، يعني رغم أنه كان في قرار سابق من المحافظ وتكليف يعني بإدارة الأمن، إلا أن استلمنا المقاومة الجنوبية بالسيطرة على إدارة الأمن وعمل بعض الانتهاكات المعروفة، انتهاكات غير عادية في أبناء الجنوبية. نعم، إذا أصبحت الوضع في حيث أصبح من أسباب التهجير في الجزائر كان من ضمن أسبابها هذه التعسفات والانتهاكات اللي حصلت من القائمين في إدارة الأمن من المقاومة الجنوبية. نعم، إذا لما لا يتم تأمين المدنيين على الأقل وحمايتهم من التعرض للخطر؟ والله لا، الموضوع موضوع عسكري بحت، الموضوع موضوع عسكري بحت. تم تأمين المدينة ولكن كان في موضوع من الجانب العسكري يحتاج الموضوع إلى تعزيز، لأنه حيث منطقة استراتيجية ومنطقة مهمة ومنطقة تحيط بها الجبال من 3 اتجاهات وتشرف مدخل للحديدة ومدخل لتعز ومدخل لإب، الوضع المكان الاستراتيجي الحيث اعطى للحوثيين حافز بحيث انهم اعتبروا حيث كما كانوا يقولون بان حيث هي السعادة الصغرى. اذا تم تحرير مدينة حيث اصبحت الامور سالكه الى الحديد مباشره. نعم. حيث يعتبر عقبه، ولكن ان شاء الله في مبشرات، ان شاء الله في مبشرات وفي تعزيزات، وان شاء الله لن ياتي رمضان الا وحيث ان شاء الله كامل، الجزائر كامل ان شاء الله محرره من هذه الآفة ومن انجاز الحوثيين. نتمنى ذلك بالتاكيد. سيادة العقيد عبد الله معيمرة مدير امن حيس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. اذا استاذ وديع انت والساده المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ وديع. استاذ وديع، مرحبا. استمعت معنا لحديث العقيد عبد الله معيمرة، هناك اختلالات كما تحدثوا، هناك سيطره من قبل المقاومه الجنوبيه على الوضع. كيف يمكن توصيف هذه النقطه من خلال سيطره المقاومه الجنوبيه وعدم تمكين مدير امن حيس للقيام بمهامه؟ نادينا وننادي دائما بتواجد الدولة في حيس. تواجد الدولة معناه تواجد مؤسساتها، تواجد تفعيل المكاتب التنفيذية للخدمات، المياه، التربية، التعليم. الناس بحاجة إلى الخدمات بشكل رئيسي، لا يعنيهم الخلافات الأمنية بين قيادات المقاومة. لكن المعلومة التي لم يقلها العقيد عبد الله معيمرة وأنا أعذره في هذا الموضوع، بأن الشخص المدعو مازن الحوشبي أركان عملية اللواء الأول، والمدعو أيضا ذو يزن الصبيحي، هؤلاء من يصادرون قرار حيس بشكل رئيسي. كل من يصل إلى إدارة الأمن يقوم بحملات أمنية بشكل اعتباطي وبشكل عشوائي وبشكل ارتجالي أيضا أو انتقامي لأسباب كيدية يصلها إليهم بعض المنتقمين من أبناء حيس. قاموا بتنصيب شخصين من أبناء حيس أيضا، نكن لهم كل الاحترام، قاموا بتنصيبهم في إدارة الأمن، لكننا نقول بأن هؤلاء الشابين الذين نقول أيضا بأنهم من أبناء حيس ومحترمين أيضا غير مؤهلين علميا ولا وظيفيا بأن يكونوا في هذه المناصب، فقط جاءت بهم موجة الدخول إلى حيس وفرضوا على حساب الوظيفة التي يفترض أن يقوم بها العقيد عبد الله معيمرة والجهاز الأمني التابع له. أتمنى بأن تتواجد الدولة، وأتمنى بأن ينشغل إخواننا الجنوبيين أيضا بما فيه مصلحة الناس ويطيب ذكرهم داخل مديرية حيس، ويجعلنا نعتز بالدماء الجنوبية التي تسيل على دماء على أراضي قيامة. نتمنى بأن نعتز أيضا بتواجد التجربة أيضا، ولأول مرة أيضا سأكشف هذا الموضوع، التجربة السلفية في إدارة هذه المناطق المحررة. أيضا هناك تواجد سلفي نوعي، مسيطرين على الإغاثة، مسيطرين على الجانب الإداري الأمني. نتمنى بأن يقدموا نموذج جيد يحتذى به أيضا، يقدموا فيه قوة الشخصية التي تعكس أيضا حضورهم القوي، أن يكونوا أيضا نموذج لاحترام الدولة واحترام سيادة القانون، لا أن يحضر الجانب العشوائي في الجانب الجانب العشوائي والانقياد للتعليمات الجنوبية، عفوا الكلمة الجنوبية فقط، للتعليمات القادمة من القيادات العسكرية الجنوبية. هذا شيء. ثانيا التحذير الذي أطلق اليوم من قبل أهالي قرية الدنين التي يقع فيها مشروع المياه يدق ناقوس الخطر لأبناء المدينة بشكل رئيسي. يعني تم الصيد يعني أن المنطقة الغربية الآن إذا ما سقطت معناه أن حيس تصبح جزيرة معزولة تماما. يعني الآن الناس أصبحوا خائفين حتى يذهبون إلى الخوخة. يعني الناس اليوم الذين يستفيدون من مشروع المياه خائفين، ماذا لو تم تسميم المياه مثلا؟ اليوم هذه شائعة منتشرة عند الناس وخائفين فعلا. يعني الناس بحاجة إلى من يوفر يعني أقواتهم الرئيسية. الإغاثة، الإمارات حتى الآن لم تقدم إلا 3500 سلة تقريبا، أضيفت إليها 2000 سلة، والمعلومة الأكيدة بأن 4000 سلة إجمالا حتى مع الدفعة الأخيرة التي وصلت أمس. هل ستكفي هذه الإغاثات فقط يعني إلى لتؤمن رمضان مثلا؟ هل ستكفي 4500 كرتون تمر كإغاثة من مركز الملك سلمان الذي يتحدث عن 16 مليون أو 26 مليون يمني مستفيد من إغاثاته؟ لماذا لا تتواجد الأوتشا؟ لماذا لا يتواجد اليونيسف؟ لماذا لا تتواجد المنظمات الدولية؟ أين تذهب المنح الدولية التي تعلن في المنظمة؟ نعم، عند هذه النقطة أنت أتحدث يعني لو أردنا أن نتحدث عن الوضع الإنساني والإغاثي أستاذ وديع، كتبت في صفحتك أنه لم يصل حيث سوى بضعة آلاف من علب التمر من مركز الملك سلمان. يعني حدثنا عن هذه النقطة. كنا سمعنا بأن هناك أكبر يعني قافلة ستسير إلى حيس والخوخة، والرقم المعلن عنه كان يتجاوز 23000 سلة، هكذا سمعنا العنوان. ثم بقي الناس يعني لجنة التوزيع بقيت في الخوخة تقريبا حوالي شهر توزع، وما بقي من التوزيع في الخوخة جاء إلى حيس. لم يتم هناك التحقيق هل لماذا فقط جاء الباقي إلى حيس، حوالي 4500 كرتون تمر فقط، يعني حتى مش إغاثة كاملة. اليوم في خبر أيضا جيد وصلني بعد أن كتبت منشوري أيضا بأن هناك كروت وزعت على بعض الأسر وأنه سيتم الصرف غدا، ولا أدري ما هو المحتويات. يعني السؤال، هل سيأتي رمضان؟ يعني أنت تعرفي ظروف رمضان، هل سيأتي رمضان على الناس وهم لا يزالون في ظروف الحصار؟ هل سيأتي رمضان ولا يزال الناس بدون فرص عمل؟ هل سيأتي رمضان والمعلمين في حيس والخوخة إلى اليوم الشهر الرابع أو الخامس منذ التحرير في الخوخة والشهر الثالث في حيس لم يستلموا رواتبهم؟ الناس في عوز حقيقي. يعني معنا أكثر من 1800 أسرة نازحة. يعني لو تحدثنا يعني عن هذا الجانب أستاذ وديع، يعني ما قيمة التحرير إن لم يشعر به المواطن؟ يعني سيفكر يعني سواء الحوثي أو أنا محرر من الحوثي، لا فرق، ربما الوضع يزداد سوءا بأنني محاصر من الحوثي. يعني في نهاية الأمر سأقول لك شيء، أنا هنا أتكلم كابن حيس ولا أتكلم بصفتي أمثل جانب حكومي ولا جانب. أنا كابن حيس أرى بأن الجانب كجانب أمني أيام الحوثيين أفضل كجانب أمني، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام وأقول بأن التحرير أفضل. تمام، أتمنى بأن يكون التحرير أفضل من إنجازات التي سأراها أيضا، بأنه يسود القانون، تتواجد الدولة، الخوف لم يكن متواجد. أسر منذ 400 سنة لم تغادر حيس غادرت هذه المرة هذه الأيام. يعني أسر بأكملها البيوت أصبحت شبه أطلال. أكثر يعني أكثر من 90 إلى 80 حالة سرقة ونهب واقتحام لبيوت ومحلات ومصادرة لبعض الممتلكات، ولم يتم التحقيق فيها من قبل أفراد محسوبين على المقاومة بين قوسين اللواء الأول يعني عمالقة. لا نريد أن نكشف كل شيء لأن هناك ما هو مر فعلا ولا نستطيع أن نقوله كله حفاظا على هيبة التحرير. يعني هذا التحرير الذي نحن نفاخر به، ومع ذلك جاءت إلينا بشائر، تقول إلينا بشائر بأن رمضان سيأتي إن شاء الله وحيث قد تأمنت، وأن نسائم التحرير إن شاء الله ستذهب إلى الجراحي، وأن أبناء حيس أيضا سيؤمنون بإذن الله تعالى، وستذوق الجراحي أيضا إن شاء الله وجبراس يعني عبير التحرير. أتمنى بأن يعني يترجم هذه الآمال وهذه. المحافظ بالأمس التقى مدير المديرية والتقى مدير الأمن في عدن، وبشر بأن هناك أيضا اهتمام من قبل إخوة الإماراتيين بالإعمار واهتمام، وبأنكم ستغرقون ب100,000 سلة. أنا لا أريد كلام. يعني نعم، في نهاية الأمر أنا يعني للأمانة يعني أجد أن مسألة السلال هذه هي مجرد إسكات للجوع لا أقل ولا أكثر. يعني في نهاية الأمر ما الذي يقدم في السلة؟ 10 كيلو رز، 10 كيلو لا تكفي سكر، حتى أسبوع أو أسبوعين. نعم، دبة زيت، علبة من التمر، وكم علبة فاصوليا أو فول. ما الذي يعني وإلى أن تأتي سلة أخرى يعني سيكون قد مر عليها أشهر. يعني هل تغني حيس السلال الغذائية التي لم تصل أصلا؟ أبناء حيس ما شاء الله عليهم يعني ناس شغالين وكسيبة، يعني إما في البحر إما في المزارع إما في المحلات. لما لا تترك؟ هم ليسوا بحاجة لهذه السلة، هم بحاجة للأمن وسينطلقوا ليطلبوا الله. يعني الحمد لله رب العالمين نسبة البطالة في حيس بسيطة جدا فيما لو يتوفر الأمن. نحن لا نريد أكثر من الأمن، يعني فقط نريد الأمن، نريد استتباب الأوضاع، نريد الرواتب أن تعود. الناس فرحوا، يعني على الأقل المعلمين فرحوا بالتحرير لتعود إليهم رواتبهم، ليقضوا بعض الديون وليؤمنوا بعض احتياجات أطفالهم. الصحة حتى الآن لم تؤمن، المياه حتى الآن لا تزال يعني تعتمد على ما يأتي فقط من بعض نعم. إذا ونحن نتحدث عن السلال الغذائية ومسائل الإغاثة، ينضم معنا جمال بلفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. أستاذ جمال هل تسمعني؟ ألو. نعم مساء الخير. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ جمال. أود أن أسألك، تعاني مديرية حيس بالحديدة من مشاكل عدة، ولكن أسألك حسب اختصاصك، ما الذي تم تقديمه لمدينة حيس منذ تحريرها أول فبراير الماضي، تقديمه يعني على المستوى الإغاثي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة للعمل الإنساني والعمل الإغاثي بشكل عام، طبعا نحن نعاني بالنسبة لعدد النازحين وكثرة النازحين بسبب الحرب الظالمه التي فرضها الحوثي. طبعا بالنسبه للتدخلات موجوده، تم تدخل عن طريق الهلال الاحمر الاماراتي وعن طريق مركز الملك سلمان، وطبعا هم من ضمن الخطه الشامله التي اطلقت في نعم استاذ جمال. ايوه، لكن يعتبر انه في قصور موجود بشكل كبير. ما أسباب هذا القصور يا أستاذ جمال؟ يعني أن نتحدث عن غذاء للناس، أصبحوا يطبخون الحلص وهو نوع من أنواع النبات والريحان من شدة الجوع. هل هناك يعني استيعاب لمدى حاجة هؤلاء الناس لأبسط يعني معونة غذائية؟ طبعا هي المعونة الإغاثية تأتي، بس لما قد لا تكفي بسبب نحن كان في اللجنة العليا للإغاثة، يعني في الأخير هي جهات تنسيقية. نحن في الفترة في خلال الأيام الماضية وصلت احنا لإغاثة بحدود 40,000 كيس رز صيني، وزعناه عن طريق جميع النازحين الموجودين في المناطق المحررة من ضمن سيادتنا المناطق الغربية. فطبعا مهما كانت العمل الإغاثي احنا الآن تشتغل على المنظمة الدولية على منظمة أوتشيا، ووعدت أنها الآن ستأتي من خلال لنا على المناطق التي المنافذ الجنوبيه ما كانت تتدخل المنظمه الدوليه، فوعدت ان خلال فتره الحزام ستتدخل ستوصل المناطق على حسب برنامج الامم المتحده وبرنامج الغذاء العالميه لايصال الاغاثات للمناطق هذه. لكن احنا زي ما تكلم ضيفكم الكريم ان احنا في المرحله الجايه، وهي مرحله في استعاده نشاط تنميه بالنسبه لبعض المناطق انها متحاجه الى تنميه، سواء كانت في عمليه اعاده المياه او في اعاده الكهرباء او سواء كان في اعاده بعض المراكز الصحيه. هذه الاشياء تتطلب هي تكاتف كثير وتنسيق اكثر. نعم. هل مدينه حيس داخله في هذه الخطط استاذ جمال؟ يعني كما تحدث معنا الاستاذ وديع، يعني هي تعاني بشده، لا يوجد لديها اي يعني في نهايه الامر حتى القافله التي سيرت ذهبت للمخا ولم وظلت شهر هناك ولم يعطى لحيس إلا ما تبقى من كراتين تمر فقط. لا الخطة الشاملة موجودة الآن تستهدف هذه المناطق. يعني الأمس كنا مع الهلال الأحمر الإماراتي ومع المركز بن سلمان اليوم، لأنهم عندهم خطة استجابة عاجلة جدا في المناطق هذه، وإن شاء الله في رمضان وفي خلال الفترة القادمة هذه وكذلك الأمم المتحدة أن ستوصل أمور كثيرة إلى المناطق هذه المتضررة. فطبعا احنا نحاول قدر المستطاع ان احنا نقدر نفتح المجالات للمنظمات الدوليه وسواء كانت المنظمات الداعمه انها توصل لهذه المناطق، وطلبنا منهم اكثر من مره لان الاموال كلها تاتي اليهم. يعني عندما نتحدث على نحن نحاول ننسق ونحاول نحسن المنظمات لكذلك لخطه الاستجابه 2018، 70% من خطه استجابه 2019 تم. نعم استاذ جمال. نوحي اليهم ان يوصلوا لهذه المناطق. نعم. اذا لو تحدثنا عن حيس ومناطق الساحل التي تشهد اوبئه وامراض، ما هو وضع القطاع الطبي استاذ جمال يعني في هذه المناطق؟ هل هناك رعايه ودعم صحي؟ هل هناك خطط عاجله لانشاء مراكز صحيه؟ كل هالخطط هذه يعني بالنسبه للمجال الصحي هي في تدخلات موجوده، يعني طبعا في تدخلات مش تدخلات، لكن قد تكون تدخلات بسيطه وضعيفه جدا باسباب لا زالت الحرب الدائره موجوده هناك. يعني نتمنى ان يعني تحقق هذه الخطط على ارض الواقع، يعني الماساه الانسانيه لا تحتمل تاخيرا اكثر، يعني تم التحرير منذ فبراير الماضي والى الان ما زلنا في طور الخطط. متفق معك في هذا الشيء، فنحن نسعى بنقدر ما نستطاع ونتمنى ان شاء الله فعلا تنفذ عبر الواقع ولا يكون مجرد وعود بس. نعم، اذا شكرا جزيلا لك جمال بلفقيه منسق اللجنه العليا للاغاثه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. اعود اليك وديع، يعني استمعت لحديث الاستاذ جمال، كثير من الخطط نتمنى أن تكون على أرض الواقع كما تحدثت، يعني خاصة قبل رمضان كما تفضلت أنت، يعني هناك ربما استهداف للنازحين أكثر من هم ما زالوا في قلب المدينة. هل لديك أي معلومات عن أوضاع النازحين الذين قلت ربما لم يهجروا منذ 400 سنة وهم في هذه المدينة وخرجوا الآن؟ النازحين في عدن يعانون معاناة، وأنا هنا أعتب على اللجنة العليا للإغاثة عدم الاهتمام الحقيقي بهؤلاء. تم تسجيل المعلمين النازحين مثلا والموظفين النازحين منذ 3 إلى 4 أشهر، وحتى الآن لم يستلموا حتى ما يعينهم على الإيجارات. هناك بعض الناس لا يزالون يسكنون يعني المزارع، وهناك بعضهم من يتقاسم بعض المدارس. وهنا أوجه كل الشكر أيضا لأهلنا في أبين وأهلنا في عدن وأهلنا في لاحق الذين استوعبوا أقاربهم القادمين من تهامة وليسوا مجرد نازحين. وهذه حقيقة أيضا لا بد أن نعرفها، بأن الانتشار الديموغرافي أيضا والقرابة الموجودة ما بين أبناء أبين وأبناء تهامة متواجدة، ووجدوا هناك مستقرا 1400 أسرة انتشرت وذابت داخل مجتمع عدن ومجتمع أبين، وهناك كل التعاون فتحوا لهم بيوتهم دون حتى لمن لا يعرفهم. والشكر أيضا لأبناء الخوخة الذين فتحوا بيوتهم على مصاريعها، أيضا حتى البيوت التي أبناؤها نزحوا منها إلى عدن من أبناء الخوخة اتصلوا لتفتح لأبناء حيس القادمين، لكن حقيقة لا يتواجد هناك أي مواد للإيواء أو توفير دروب آمنة ليخرج هؤلاء النازحين. هناك حاجة حقيقية على الأقل يعني للمواد الغذائية الرئيسية التي يمشوا فيها حالهم، الوسائد، الأشياء الرئيسية للطبخ، الأشياء الحاجات هذه لن تتوفر. يعني مناسبة المعراج مرت وهي لأول مرة منذ قرون يقضيها أبناء حيس، ونحن في كل عام نحتفل بها ويخرج الشباب ليتسابقوا بالخيول ويحتفلوا بها صبيحة العيد. نعم، صبيحة المعراج الذي يعتبر العيد الثالث على فكرة، يعني كمناسبة دينية عندنا في حيس. لأول مرة الناس والله بكوا أن يأتي عليهم مناسبة غالية كالمعراج وهم ليسوا في حيس. يعني ونتمنى بأن تنعم الجراحي مثلا، هم مشهورين أيضا بالشعبانية، أيضا بأن ينعموا بها وهم في حال أمني مستقر إن شاء الله، سواء في وضعهم الحالي أو فيما إذا تم تحريرهم. أنا أتمنى من اللجنة العليا للإغاثة أيضا بأن تفتح جسر جوي أو جسر بري على الأقل طالما الأمور مؤمنة على الخط الساحلي الدولي إلى الخوخة وإلى حيس، بأن تطبع الأمور، بأن تصل المواد الإغاثية. هناك معلومة أساءتني يعني حينما تواصلت مع اللجنة الإغاثية في الخوخة مثلا، لماذا تأخرتم عن حيس يعني أكثر من أسبوعين؟ قالوا كنا منتظرين بقية الزيت يأتي من عدن. يعني تخيلي حتى السلال لم تصل مكتملة. يعني وهناك ومركز الملك سلمان مركز كبير وعظيم، يفترض بأنه يوفر على الأقل الحاجة الكافية والمغيثة، على الأقل يعني تكون كلمة إغاثة بالمعنى الحقيقي وليس بمعنى التقطير الذي يجعل الناس يسخطون على هذا التحرير. بيننا وبينهم رمضان إن شاء الله، إذا جاء رمضان والأمور لم تطبع داخل حيس ولا داخل خوخة فإن التحرير هذا سيتحول إلى لعنة، وأتمنى ألا يكون عليه هذا الأمر. شكرا جزيلا لك صحفي وديع عطا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا في رعاية الله وأمنه.